شو معنات إنما نحن فتنة؟ يعني إحنا الآن بالنسبة إليك فتنة، تصمد ولا بتصمد؟ تنحرف ولا بتمشي بالحق؟ ما إحنا نازلين من أجل، إحنا جايين أصلا من أجل تعليمك الحق، لكن أنت صرت تعرف الباطل، مش بدهم يعلموه الحق صار يعرف الباطل، مش بدهم يعلموه الصيدلة صار يسم الناس بدل ما يعالجها. هو الصيدلي أصلا مشان يسم الناس ولا مشان يعطيها علاج؟ هو الأصل مشان يعطيها علاج، حضرته انحرف وصار يستخدم الصيدلي في يسم الناس. فتنة ولا مش فتنة لما علمناه؟ مفتتن ولا لما أشوف حاله عنده هالقدرات هاي؟ هذا فتنة، دير بالك دير بالك. تمام؟ إذن هو عرض عليه. لا لاحظوا، يومهم على النار يفتنون، برضو هون ايش هو عرض عليه المسألة، اصبحوا مالك لشيء، دير بالك اياك تكفر، انما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما، يعني من ضمن الاشياء اللي بتعلموها كانوا كيف بتم التفريق بين المرء وزوجه، كيف بتم بيعلموهم هاي هيك بتم التفريق بين المرء وزوجه. طيب ممتاز، عرفنا كيف الان، هاي علاج، بس صاروا يعرفوا، يتعلمون، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. نجيها ان شاء الله، بس اياكم تظنوا، وهذا راح نجيها لقدام شوي ان شاء الله، اياكم تظنوا انه اذا كان الساحر، اذا كان الساحر بمارس سحره للتفريق بين الزوجين، تظنوش انه يعني بيحصل. يعني في ناس بيظنوا انه هو بيحصل، ممكن واحد، حتى اقرب لكم الصورة شوية، ممكن واحد يجي يعلم كيف تفسد بين الناس، بتروح لفلان بتحكي له كذا، تروح ماشي، لكن اذا كان الطرفين هذول واعيين وعندهم حكمة وبفهم بقدر، يعني اكثر ما بتقدر تفسد بين مين انت؟ اولا بين الفاسدين، انت بتفسدش ان شاء الله، بس احنا من يعني المفسد وين بفلح؟ يعني بين الفاسدين، بين اللي ما فيش بينهم علاقات، اللي بينهم عداوات، انت انتبهوا الان، اللي بينهم عداوات، ولا في اسهل من انك تولع هالنار بينهم؟ هم بينهم عداوات اصلا، جاهزين هذول بنزين، هذول خلصنا. تمام؟ بيكرهوا بعض، ولا في اسهل منها، بيحبوا بعض كثير. بالله كيف بدك تفرق انت بين مجنون ليلى وليلى؟ هذول بجوز كل سحرة العالم بزبطش. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، من ضمن اللي بتعلموا ايش؟ اشياء فيها ضرر كامل، فيش فيها نفع، وفي اشياء فيها ضرر وفيش في يبدو في السحر، في اشياء. طب ليش بيعلموهم السحر؟ ما احنا قلنا، ولا كيف؟ ما هو الوان واشكال، انتوا بالكم. ولا يفلح الساحر حيث اتى، حيث هذه بتتعلق بالمكان، ولما نقول حين تتعلق بايش؟ بالزمان. ويبدو لي انه السحر له مداخل وحيثيات، مداخل وحيثيات. ولا يفلح الساحر حيث أتى، يعني لا يفلح الساحر من أي مدخل دخل. يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هيك بتم التفريق بين الزوج. طيب فهمنا كيف بتم التفريق، طب كيف مشان نبطل؟ أكيد علموهم. طيب ويتعلمون، لأنه في الأول يعلمون الناس، يتعلمون ما يضرهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. طيب هذه مسألة ثانية. الآن بدنا نحاول نشوف إيش ممكن يكون السحر ولأي مدى،
لأي مدى؟ لما السحرة قالوا لموسى عليه السلام نلقي احنا ولا انت؟ مين اول يبدأ؟ قال بل القوا انتم. فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه لمين؟ من سحرهم، يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. يخيل لمين؟ موسى. هاي نبي، هاي نبي، هاي نبي اخيل له. ومش بس هيك، فاوجس في نفسه خيفة موسى، خاف يعني الى درجة انه هيا هيا قولوا لي. هو في نص بقول انه الحبال والعصي تحولت افاعي في نص في القرآن؟ الآية ما قالت افاعي، بس احنا في عندنا وهم انها تحولت افاعي. اثنين، هي سعت ولا خيل؟ اذا خيل، ما سعت، هي ما سعت، هو خيل. خيل، هي ما سعت. ولذلك من زمان بعض المفسرين حاول يطرح القضية التالية، انه هذه الحبال والعصي فيها زئبق، والزئبق ما هي بتعرفه كان الضحى، ولما الشمس بتحمى بدأ يتحرك، بتبدأ تتحرك، فالناس بتظنوها ايش؟ عجيب. ما هو اذا كان هذا الكلام صحيح معناته تحركت الحبال والعصي. طب الآية قالت ما تحركتش، ما هو الآية قالت ما تحركتش، فهمنا هاي؟ إذن فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم، مش أنها أفعى، أنها تسعى. هي إذن بتسعاش، إذن هو خيل إنها بتسعى وهي بتسعاش، إذن كل اللي بيقولوا إنها صناعة هذا كلام إيش؟ الآن بنحطه على جانب، خلاص بعنيناش. معناته المستهدف مين؟ الإنسان. سحروا أعين الناس، هاي كمان ثانية، هناك يخيلوا إليه نبي، هايو هاي يخيل إليه، ثم جماهير. سحروا أعين الناس، الجماهير كلها محتجدة، إيش هذا؟ الجماهير المحتجدة سحرت أعينها، أما والله إذا بتتحرك لا سحرت أعين حدا ولا حدا، هاي بتتحرك الحبال العصي، ما هي بتتحرك، هذا مش سحر، هذا هذا مش سحر. ليش؟ لأنه خفي سببه، بس مش على خلاف الواقع. مش قلنا لكم بدنا نعرف شو السحر؟ السحر بيخفي سببه، خفي وعلى خلاف الواقع. إذا سببه خفي ومش على خلاف الواقع، يعني بتمشي هذه بتسعى، هذا مش سحر، هذا مش سحر، تمام؟ إذا بكفيش في تعريف السحر خفي سبب، ولازم يكون على خلاف الواقع. معناته المستهدف الإنسان. سحروا أعين الناس يخيل إليه، خلاص هاي بدينا نحدد شو يعني السحر، شو هو اللي على خلاف الواقع. على الواقع أن الحبال والعصي مستقرة في واقعها، والحركة وين؟ هون في العين، الحركة في العين، هذه مهم إذن نعرفها. طب إيش قالوا جمهور العلماء، جماهير علماء الأمة في موضوع السحر؟ قالوا جمهور العلماء السحر له حقيقة، مش حقيقة إنه يحول الشيء ضده، ولكن حقيقة في تأثيره على النفس البشرية، يعني له تأثير حقيقي. يعني لما خيل لموسى عليه السلام أنها تسعى، وين كانت حقيقة السحر؟ في نفس موسى. سحروا أعين الناس، وين كان حقيقة السحر؟ في أعين الناس، في له حقيقة.
مش هو ألعاب سحرية وتفاصيل ولا هو تأثير في الأشياء حقيقة. الأشياء مش متأثرة، الحبال والعصي مش متأثرة، اللي بيشوفها هو المتأثر. وإحنا كمسلمين ما بيجوز لنا إنه نتعلم السحر بأي حال من الأحوال، شوفها ما بيجوز لنا ندخل في موضوع السحر لأنه كفر. هناك الملكين كانوا جايبين بإجازة إنه تفضلوا إحنا بمهمتنا نكشف لكم شو قصة هذا مشان نبطل في نفوسكم أصلاً الهيبة الموجودة ونوريكم كيف تتعاملوا ضده. بس